تمكنت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة من ضبط زورق مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من جزيرة بتلان على سواحل مديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة. وقال مصدر عسكري أن القوات تمكنت من توقيف الزورق المفخخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي وسيطر عليه قبالة جزيرة بكلان. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الناطق باسم تحالف العقيدة ركن تركي المالكي تمكن قواته البحرية من تدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد تم إطلاقهما من محافظة الحديدة.